هي سألنا الرجالة إيه هي الأنوثة الحقيقية، وسألنا الستات إيه هي الرجولة الحقيقية، وكان يمكن في قسم مشترك في إجابات الستات دكتور يعني محمد. هم متفقين ان شخصية السيد دي خلاص دي شخصية يعني ما تنفعش دلوقتي، وهم الحقيقة هم عندهم حق. ولو احنا بصينا في الصفات اللي قعدنا نستعرضها دلوقتي هنلاقي ان شخصية السيد هي رجولة مزيفة، هي مش رجولة حقيقية، هو حد بيشخط وينطر ومرعب وحاجات كده. فهم متفقين ان مش هو ده الراجل اللي احنا عايزينه. في واحدة من اللي اتسألوا قالت لا انا مش عايزة السيد، انا عايزة راجل. الراجل يعني اللي هو معناها السيد ده مش راجل، السيد ده مش راجل حقيقي. مش هي راجل عايزه تقول حقيقي. كده، هي لو اتضح قدامها المفاهيم دي هتقول ان ده مش راجل حقيقي. الراجل الحقيقي المتلامس مع انوثته هو اللي موصوف دلوقتي قدامنا على الشاشه، اللي هو شجاع وفي نفس الوقت حنين، شهم وفي نفس الوقت خجول، عنده حياء، يعرف يشيل المسؤوليه وفي نفس الوقت متسامح، متحدي وفي نفس الوقت قريب، جدع وفي نفس الوقت ودود. هو بيجمع ما بين صفات الرجولة الحقيقية والأنوثة الحقيقية الموجودة جواه بشكل فطري إنساني طبيعي. فده اللي نقدر نقول عليه الراجل الحقيقي مش السيد. كمان في الأنثى أو المرأة اللي هي متلامسة مع الجزء الرجولي جواها اللي هي تبقى قريبة وفي نفس الوقت حدودها واضحة، ما تسمحش لحد يتجاوز حدوده معاها، حنينة بس صارمة عند اللزوم، رقيقة وفي نفس الوقت جدعة، عطوفة وفي نفس الوقت مش بتسيب حقها، طيبة وفي نفس الوقت حازمة. فشوف التكامل، يعني احنا بنسمي ده صورة يعني جميلة ورائعة، صورة مثالية ولا يعني هي مش موجودة كتير، مش موجودة كتير. خلينا يعني نتكلم بشكل واقعي يعني. لكنها موجودة. يعني هو في رجالة متلامسين مع تركيبتهم بشكل كامل الرجولية والأنوثة الداخلية، وفي ستات برضو متلامسين مع الأجزاء الرجولية بشكل فطري من تركيبتهم النفسية، بس مش كتير. وإحنا يعني وظيفتنا ان احنا بنقدم وعي للناس علشان يراجعوا نفسهم ويشوفوا ويعيدوا صياغة تكوينهم النفسي.